رفعت الراية البيضاء وانطلقت الآن الجيات في شوطها الثاني على جائزة سعيد بن بيشان الدوسري يرحمه الله من أهالي الدرعية واحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ترى هذا الشوط لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر التي لم تحقق أي كسب ويقام هذا الشوط على مسافة 1800 متر قيمة الجائزة 36,000 ريال والصدارة لشوغان من الداخل في المركز الأول أو بالأحرى رقم 15 هتام في المركز الأول ومتابع أيضا من معود الآن للصدارة وأيضا بيارق من الخارج ومتابعة من لهوف في هذه اللحظات محاولات من معود في المركز الأول ومن بيارق من الخارج بيارق الآن إلى الصدارة في المركز الأول متابعة أيضا من لهوف في المركز الثاني وأيضا هناك متابعة من قبل الجواد ذهبي في هذه اللحظات وتحرك من قبل ناير في هذه الأثناء ومعود وأيضا متعهد والصدارة الآن لمن غير محسومة حتى الآن شايش يتطلع للتقدم في هذه اللحظات مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية ولهوف وأيضا ذهبي في الصدارة في المركز الأول ناير يتابع وأيضا متابعة من الداب وذهبي في الصدارة في المركز الأول يتابع أيضا ناير اللحاق بذهب المتصدر في المركز الأول ذهبي يبتعد بندر حمده في المركز الأول وآخر 100 متر في هذا الشوط ذهبي يتصدر وينفرد ويصل إلى خط النهاية ما شاء الله لا قوة إلا بالله معلنا فوزه بالمركز الأول في الشوط الثاني ألف مبروك.